ممكن انه المبلغ payment may increase or decrease by constant amount، يمكن ان يزداد او يقل المبلغ بقيمة مبلغ ثابتة. For example، على سبيل المثال، خلي بتجي في مثل ما نقول أنا يعني راتبي الشهري مثلا فد ألف دولار، السنة اللي وراها راتبي يزود مو أكو علاوات وما أعرف شنو يصير 1100، السنة اللي وراها 1200، فأنا السنة ممكن أنه يعني أخلي بالبنك 100 دولار، السنة الجاية أخلي 150، السنة اللي بعدها 200، أزود المبلغ بنسبة معينة، بس مو نسبة مئوية، بمبلغ معين. يعني شو يقول الإكزامبل؟ series of payment، سلسلة من الدفعات، that would uniformly increasing، التي تزداد بصورة متساوية. يعني أنه السنة الأولى مثلا 100، السنة الثانية 125، 150، 175، 200، زين؟ فيقول 100 125 150 175، تحدث occurring at the first second third and fourth year، تحدث في السنة الأولى 100، السنة الثانية 125، الثالثة 150، الرابعة 175، إذا أكو خامسة صير 200. إذا ما انطبق هذا الكلام ترجع إلى قوانينك الأصلية اللي هي الـ F والـ P اللي أخذناها. إذا انطبق هذا الكلام اللي هو أنه الدفع متسلسلة ماكو بيناتها أي فراغ وبيها مقدار زيادة متساوي، فممكن أنه نطبق هذا الكلام. وممكن مو زيادة، ممكن الكلام يكون أنه decreasing، نقصان، اللي هو مثلا السنة الأولى 100، السنة الثانية 90، السنة الثالثة 80، السنة الرابعة 70، أي أنه مقدار النقصان هنا 10 دولار. فالسنة الأولى مثلا 100، السنة الثانية 125 اللي هي صارت هسه السنة الأولى راح نسميها A1، السنة الثانية هي A1 اللي هي 100 زائد المبلغ اللي زودناه اللي هو شقد 25 راح نسميه Capital G، السنة اللي بعدها هو المبلغ الأصلي اللي هو A1 بس راح يزداد عندنا 25 زائد 25 أي 2G 3G 4G 5G إلى أن توصل قبل النهاية اللي هو زائدا N ناقص 1G. فالA1 هو عبارة عن المبلغ اللي تدفعه بالسنة الأولى، الG هو عبارة عن Annual Change or Gradient، هو مقدار التغير السنوي كزيادة أو كنقصان. شقد المبلغ كل سنة تزود 10 دولارات، كل سنة تنقص 50 دولار، كل سنة تزود 1000 دولار، هذا يسمى G. ال N هي عدد السنوات، the number of years، وال A هو شنو يحول لك هذه اللي هي الأرقام اللي تزداد أو اللي تقل، تحولها إلى شنو؟ إلى equal annual payment اللي هي أخذناها قبل شوية، تحولها إلى دفعات متشابهة سنوية. هذا القانون راح يحول لك الدفعات اللي هي تزداد أو تقل إلى دفعة متشابهة سنويا. وبعدين إذا لقينا الـ A نقدر نطلع من الـ P ونقدر نطلع من الـ F مثل ما أخذنا. One way of evaluating such a series to apply interest formula. يقول time consuming method. Another approach is، يعني يقول لك انه انت براحتك، ممكن انه مو عندك السنة الاولى 100 دولار، السنة الثانية 125، الثالثة 150، تاخذ كل سنة وتحولها الى F، تحولها الى P حسب ما اخذته انت، بس هذه تاخذ منك وقت. فممكن هذا القانون اذا انطبقت عندك الشروط انه اكو A1 مبلغ بالسنة الاولى واكو G اللي هو زيادة متشابهة او نقصان متشابه، ممكن تحوله الى شنو؟ الى A. القانون شو يقول؟ الـ A اللي هي الدفعات المتشابهة للسنوات نفسها تساوي المبلغ الاول اللي هو الـ A1 زائد او ناقص، اذا كانت زيادة بالمبلغ فهي زائد G، اذا كانت نقصان بالمبلغ فهي ناقص G. في هذا هم اشتقاق، شلون الاشتقاق اللي اخذناه بس طويل، فهذا يعني بالنهاية انت تاخذ هذا القانون، 1 على I ناقصا N، 1 على I to power N ناقصا 1، هذا نفسه هو اللي موجود هنا. فهذا تحفظه كقانون في حالة الزيادة او النقصان
المتساوي. نسيت هذا القانون عيفة، ارجع لقوانينك. مو عندك أول مبلغ، حول أول مبلغ إلى A إلى P إلى أي شيء تريده، حول المبلغ الثاني. يعني أنا اجتني 100 125 150 175 200 ونسيت هذا القانون، شريد أطلع، أطلع أول مبلغ أطلع منه F، ثاني مبلغ أطلع منه F، الثالث أطلع منه F، إلى أنا جمعهم طلعت F وحدة. من ال F أقدر أطلع P، من ال P أقدر أطلع A، وهكذا. For example يقول assume that an individual، شخص is planning to save، يعني يخطط من أجل ادخار $1000 from income، من دخله، during this year، خلال هذه السنة، and can increase this amount by $200 for each of the following 9 years. السنوات التسعة اللي وراها يقدر يزود على 200 200. الانترست ريت 8% compounded annually. What equal، هسه هو سألك على شنو؟ الequal annual series، سألك على A، ممكن يسألك على P، وممكن يسألك على F، ممكن يقول لك what is the present، وممكن انه يسألك what is the future، beginning at the end of year one and ending at the، احنا قلنا اول سنة راح يخلي شقد، اول سنة راح يخلي ألف، وبعدين لمدة 9 سنوات على 200 200. انزين، فيقول لك شقد هذا المبلغ من السنة الاولى للسنة العاشرة، يعني هذا المبلغ كدفعات متساوية شقد يساوي. مباشرة نطبق القانون، A يساوي A1 زائد G، واحد على I في، انزين، الN على واحد زائد I to power N ناقصا واحد. فيقول له انت صحيح راح تخلي ألف، بعدين 1200، بعدين 1400، بعدين 1600، ولكن الدفعات المتشابهة انه انت كأنما جاي تخلي سنويا 1774. 1774 ليش؟ لانه هو خلى ألف بالسنة الاولى، خلى 1200 بالسنة الثانية، هاي الألف راح تربح، ال 1200 راح تربح 9 سنوات، 1400 تربح 8 سنوات، ال 1600 تربح كذلك إلى نهاية المبلغ. هذا لو تجي ترجعه تخليه دفعات متساوية، فكأنما أنت جاي تخلي 1774. ممكن السؤال يجيك على شكل رسم، أنه الدفعة الأولى 5000، الثانية 4400، الثالثة 3800، 3200، 2600. هذه تجي تستقرأها تشوف أنه النزول متشابه، هسه الفرق هنا 600، هنا 600، هنا 600، هنا 600، ما قايل لك اني، انت تجي تعتبر جيش قد 600. هالمره نزول عندك عدد السنوات 1 2 3 4 5 6، مو صحيح؟ فتقول انه المبلغ المتشابه هو عباره عن المبلغ الاول اللي هو 5000، بس هالمره ناقصا جي في هذا المعامل اللي عندك. فانت ال 5000 اول سنه 4400 الى 2000، كانما انت مخلي سنويا متساويه عباره عن 3650. هسه طلع عندك الاي، تقدر تتعامل ويا الاي تطلع من عند البي مثل ما اخذنا، وتقدر تاخذ الاي تطلع من عنده الاف، كلهن مقبولات. ايضا حاله اخرى عندنا انه المبلغ السنوي increase or decrease over time، يزداد او يقل عبر الزمن، not by a constant amount، مو بمقدار متشابه، يعني مو 100 125 150، but by a constant percentage، ولكن بنسبة ثابتة. يعني السنة الأولى يزداد 10%، السنة الثانية أيضا 10%، 10%، 10%، 10%، 10%، 10%. يعني إذا خليت $1000 أول سنة، ثاني سنة 1100 باعتبار 10% من $1000، ثالث سنة 10% من 1100، يعني 110 راح يزداد، ثالث سنة ألف، يعني 10% من المبلغ، 10% من المبلغ، أو يقل، ولكن شنو؟ ب constant percentage، نسبة مئوية ثابتة. فإذا اعتبرنا أنه السمول جي أنه نستخدمها لهذه النسبة اللي هي 10% أو 20% أو 30%، إنزين، اللي هي نسبة تغير الكمية اللي عندنا، فهذا الجي طبعا ممكن زيادة اللي هي زائد، أو ممكن سالب، فشنو تخلي لها ناقص. فنطلع شيء يعني هذا كقانون، بالمناسبة again it is your choice، يعني هذا اختيارك، ممكن أعيف هذا كل الكلام وأرجع على قانوني،
يابا أنا مو أول سنة ألف، معناها ورا 9 سنوات راح يطلع عندي كذا. ثاني سنة مو 1100، ومعناها ورا 8 سنوات يطلع عندي كذا. ثالث سنة مو 1120، ما أجل هذا القانون، أو إنه إذا تقدر تحفظ